السلام عليكم ورحمه الله. خوتي كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا مزيانين. اليوم جيت نشارك معكم واحد الفيديو اللي غنحضر فيه البنين، اللي صراحه كيجي رائع، كيجي لذيذ بالمذاق وكيجي خاوي من الداخل. تبع معايا الطريقه. فقط كنحتاجو 400 غرام ديال الطحين، جوج معالق كبار ديال السكر، جوج معالق ديال زيت المائده، 7 غرام ديال الخميره، معلقة كبيرة الخميرة فورية، معلقة صغيرة الملح، واحد بيضة، نص كاس العصير العنبة. كنوضعو السكر والخميرة الفورية واحد معلقة كبيرة، جوج معلقة زيت المائدة، معلقة صغيرة ديال الملح، واحد البيضة. الميزة خوتي اللي فيه هي انني كنزيد له نص كاس الليتشين اللي كيعطي واحد المذاق رائع. من بعد كنزيدو 7 غرام ديال الخميرة الحلويات، وكنجمعوا العجين ديالنا بالماء الدافئ فقط. كنحاولوا نجمعوه مزيان وكندلكوه، ما كيجين ما خفيف ما قاصح على هذا الشكل هذا، وكنخليوه يرتاح واحد 30 دقيقه حتى كيتضاعف الحجم ديالو. هنا خوتي بعد ما تضاعف الحجم ديال العجين ديالي، كنحاولوا ما امكن نخرجوا داك الهواء اللي فيه. من بعد كنرش شويه الطحين باش كنطلق العجين ديالي باش ما كيتساقليش. كنجيب المدلك وكنحاول نطلق العجينة ديالي. بعد ما كتخمرنا خوتي العجين، ما كيعذبناش في التطلاق، كيتطلقنا بسهولة. كنحاول نطلقوا العجينه ديالنا مرقيقه بزاف، مغلطه متوسطه الحجم. على هذا الشكل هذا بعد كنجيبو هادو باش نقطعو بيهم اي نوع عندكم كيتواجد في البيت. انا غنقطع بهادما على شكل دوائر. كنستمر على هاد الطريقه حتى كنكملو العجين ديالنا كامل اللي عندنا.
ما كعدبناش في التقطيع لانه معجون مزيان. دابا غنتقب من الوسط بعد خوتي ما كنتقبوهم كاملين من الوسط. من بعد كنخليوهم يرتاحوا حتى كيتضاعف الحجم ديالهم، عاد كنبداو نقليوهم في الزيت. كنجيبو واحد الاناء يعني قسويلة كبيرة ولا طنجرة، كنسخنو فيها الزيت مزيان وكنبداو نقليو بعد ما تضاعف لي الحجم ديالهم ما خمروا لي مرة تانية. كيفاش كيجيو اخوتي؟ صراحة كيجيو رائعين وكيجيو خاويين من الداخل ودغيا كيطيبو النار. ملي كنشوفوهم بداو كيتحمروا كنحيدوهم. بعد كنرشو عليهم السكر الخشن وكنستمروا بنفس الطريقة حتى كنكملوهم كاملين.